تمام. وفيما يتعلق ببقيه الانديه، يعني بنتكلم على اليوفنتوس اللي برضو استبدل اندريا بيرلو بماسيميليانو اليجري، اعتقد كمان عدد كبير جدا مورينيو بيظهر في الموسم الجديد مع روما. كتير من الانديه الايطاليه قررت تغيير الادارات الفنيه في موسم الحقيقه، يمكن يكون او في حدث بيعتبر بيتهيألي الاول من نوعه. في الدوري الإيطالي الأمور مختلفة، ولا تستطيع أن تتوقع الأمور داخل الإدارة. الإنتر يشعر بكثير من الخزل، جماهير الإنتر حزينة من رحيل أنطونيو كونتي. على الأمر الآخر بالنسبة لروما، جماهير روما سعيدة بانتداب مورينيو. جماهير لاتسيو تشعر بالأسف لأن سيموني إنزاجي، عايزين نقول باع الفريق أو خزل جماهير لاتسيو بتعاقده مع الإنتر. لكن الكرة الإيطالية غريبة في كل شيء، الأمور في إيطاليا تدار بطريقة مختلفة لا تستطيع أن تتوقعها. من كان يعتقد أن مورينيو سيعود إلى الكرة الإيطالية؟ هذه مفاجأة، ألم تكن مفاجأة أيضا لك؟ متوقع نجاح لمورينيو مع روما، مع إيس روما؟ مورينيو شخص مثير للجدل، هو شخص ناجح. توقع النجاح او الفشل يتوقف على المدرب نفسه. روما ليست الإدارة التي تنفق الكثير من الأموال، ولكن عندما أنفقت الكثير من أجل مورينيو تعني أن مورينيو يمثل شيء كبير بالنسبة لهم. طيب بالحديث عن الكرة الإيطالية، خليني أسألك على رأيك في أن الاتحاد الأوروبي هيمنع الموسم القادم فرق كبيرة ليها باع طويل في دوري الأبطال زي يوفنتوس، زي برشلونة، زي ريال مدريد من المشاركة في دوري الأبطال، وأنه الأمر يمكن خد إجراءات تنفيذية ووصل للقضاء. بسبب دوري السوبر الاوروبي ورغبه الانديه دي طبعا في المشاركه فيه. بالنسبه لبطوله السوبر ليج، اعتقد ان هناك 12 فريقا اذا تمت البطوله، هؤلاء ال 12 فريقا مصرون على لعب السوبر ليج لانها ستدخل لهم العديد من الاموال والعديد من العوائد الاقتصاديه الكبيره. لكن بحسب وجهة نظري أن السوبر ليجا هتدمر الكرة الأوروبية وتهدد بطولة كبيرة اعتاد عليها الجميع كدوري أبطال أوروبا. الناس ممكن يعتادون عليها في المستقبل، لكن السوبر ليجا والأمر قد ذهب إلى المحكمة. أعتقد أن الأمر العام القادم سيكون صعب، لكن هناك بعض العديد من الفرق الألمانية، الفرق الإنجليزية، الفرق الأسبانية كريال مدريد ستتم الموافقة. وعلى هذا النحو قد يكون أمور صعبة خلال المحاكم الأسبوع المقبل. الأمر صعب، سوبر ليجا شيء لن ينتظره الجميع، والجميع من هذه الأندية يريدون الانضمام لهذه المنظومة من أجل الاقتصاد وليس أقل. لكن إذا كان يريدون المتعة فدوري أبطال أوروبا أولى وأفضل وله تاريخ. من الناحية الاقتصادية سينيور ألتوبيلي، ومن الناحية الفنية، كثير من الأندية الأوروبية الكبيرة عانت بشكل كبير الموسم الحالي. هل تتوقع أن دي ممكن تكون فرصة للأندية الإيطالية اللي كانت الحقيقة ضيف دايم في منصات التتويج بالبطولات الأوروبية الكبيرة؟ بتكلم على أندية بحجم الاي سي ميلان، بتكلم على اليوفي، بتكلم على انترناسيونالي، إنها تستعيد رونقها مرة تانية، إنه الكالتشيو يصبح الوجهة الأولى لكبار نجوم كرة القدم في العالم، إنه الأندية الإيطالية يبقى عندها القدرة على المنافسة بقوة في المشهد الأوروبي سواء في اليوروبا ليج أو في الشامبيونز ليج؟ يجب أن تعلم شيء مهم جدا، الكرة الإيطالية تبقى أعظم كرة في العالم، ونحن من جعلنا للكرة العالمية طعم خاص. نحن كنا عظماء وما زلنا عظماء. أنت رأيت إيطاليا عام 83 و 84 والتسعينات، كنا العظماء وسنعود العظماء.
وعن سؤالك إذا كان إيطاليا ستعود لتتسيد الموقف، أنا أعلنها من خلال ومن خلال قناة الأهلي، الأندية الإيطالية ستعود بقوة، لكن للأسف هذه الأيام نحن ليس لدينا الكواليتي الإيطالي كما كان من قبل. أتحدث عن بعض اللاعبين، للأسف آخر فريق في الدوري الإيطالي وأول فريق ليس لديه مواهب إيطالية. بنتكلم عن جميع الدوري الإيطالي. لو تكلمت عن آخر فريق في الدوري الإنجليزي مقارنة بأول فريق في الدوري الإيطالي، يملك مواهب أكثر مننا لأن لديهم المال ولديهم الاقتصاد. جميع اللاعبين يذهبون إلى إنجلترا، يروحون إلى أسبانيا لريال مدريد لبرشلونة. جميع المواهب وذهبت لأتلتيكو مدريد ويذهبون إلى بروسيا دورتموند.